أهلا ومرحبا بكم في هذا النقاش المخصص لتطورات الشأنين الإيراني والليبي، لنلقي الضوء بداية على استمرار التظاهرات الشعبية في الداخل الإيراني لليوم الثالث تواليا بعد إقرار طهران بالمسؤولية حيال إسقاط الطائرة الأوكرانية، في حين لم تحقق مفاوضات موسكو أكلها فيما يخص التوصل لوقف أطلاق النار بين أطراف الصراع الليبي. نناقش في التفاصيل وتحليلها وتداعياتها فيما يخص هذين الملفين بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. أظهرت مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي إطلاق أعيرة نارية على محتجين إيرانيين خرجوا للتنديد بإسقاط إيران لطائرة الركاب الأوكرانية. في المقابل نقلت وسائل إعلام رسمية عن قائد شرطة طهران حسين رحيمي نفيه إطلاق النار على المحتجين، مشيرا إلى أن الوضع بالمدينة على ما يرام. تصاعدت الاحتجاجات الشعبية في إيران اليوم الثالث تواليا عقب انخفاض في وتيرتها بعد مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني بضربة أمريكية، إذ أظهرت مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي إطلاق أعيرة نارية على محتجين إيرانيين خرجوا للتنديد بإسقاط السلطات للطائرة الركاب الأوكرانية. وتضمنت اللقطات التي تم تداولها بشكل واسع صورا لآثار دماء على الأرض وصورا أخرى للشرطة الإيرانية في زي مكافحة الشغب تضرب المحتجين بالعصي في الشوارع. في المقابل نقلت وسائل إعلام رسمية عن قائد شرطة طهران حسين رحيمي نفيه إطلاق النار على المحتجين، مشيرا إلى أن الوضع بالمدينة على ما يرام. من جانبه حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران مجددا من قمع المتظاهرين احتجاجا على إسقاط النظام الإيراني لطائرة الركاب الأوكرانية، وكتب ترامب في تغريدة أقوال لقادة إيران: لا تقتلوا متظاهريكم، وذلك غداة تحذيره طهران من ارتكاب مجزرة جديدة بحق المتظاهرين السلميين. وشهدت طهران ومدن أخرى تظاهرات احتجاجية بعد اعتراف السلطات الإيرانية بمسؤوليتها عن إسقاط الطائرة الأوكرانية عقب إقلاعها من طهران بدقائق، ما أدى لمقتل جميع ركابها ومعظمهم من الإيرانيين. وأدى مقتل سليماني في الضربة الأمريكية إلى خروج حشود ضخمة إلى الشوارع، وهو ما وصفته طهران دلالات على الوحدة الوطنية، لكن سرعان ما طغت الاحتجاجات على ذلك ومزق محتجون صورا لسليماني وفقا لمقاطع فيديو تم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي. وتطرح تحطم الطائرة الأوكرانية تساؤلات عدة حيال انشغال المسؤولين الإيرانيين بكيل الالتهامات للخارج بدلا من إبداء التعاطف مع عائلات الضحايا، إضافة لسبب السماح للطائرة بالإقلاع أصلا في وقت تشهد فيه البلاد توترا شديد. هذا التوتر حتى اللحظة لا يمكن الجزم بانتهائه مع سقوط صواريخ على قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين العراقية شمال البلاد، والتي تتواجد فيها قوة أمريكية، في حين صرح الأمين العام لحزب الله اللبناني أن الرد الإيراني الأخير على اغتيال سليماني من خلال استهداف قاعدتي عين الأسد وأربيل في العراق فقط خطوة على طريق طويل يجب أن يفضي لإنهاء الوجود العسكري الأمريكي بشكل كامل من المنطقة. وللحديث حول هذا الشأن ينضم إلينا من واشنطن نزار حيدر مدير مركز الإعلام العراقي في واشنطن، وأيضا ينضم إلينا من بروكسل الدكتور عارف الكعبي رئيس لجنة إعادة الشرعية لدولة الأحواز. مرحبا بالضيوف الكرام. لو بدأت من عندك دكتور نزار، في الحقيقة في ظل تشييع سليماني بعد مقتله وصفت الجموع التي شيعت سليماني في الداخل الإيراني بالكبيرة، قرئ فيها دلالات على ذروة الشعور الوطني وتجيشه في الحقيقة. اللافت بأن هذه التظاهرات اليوم في الداخل الإيراني تأتي في ذروة الشعور الوطني وتجيشه كما يقال، كيف ترصدون هذه التظاهرات؟ نعم، شكرا جزيلا، تحياتي لك وللمشاهدين الكرام. أهلا بك. يعني حقيقة بشكل عام فإن الموضوع معقد، ما جرى في العراق ومن ثم ما جرى في إيران وتاليا ما جرى في العراق
الملف بشكل عام هو معقد ومتداخل ومتشابك، وما يجري الآن في إيران وقبله من مشاركة مليونية من قبل الإيرانيين في تشييع الجنرال سليماني، لا شك أن العدوان الأمريكي على العراق باغتيال شخصيتين حقيقة، واحد هو الجنرال سليماني والثاني هو المهندس الذي يعتبر طبعا شخصية في الدولة العراقية، شخصية مسؤولة في الدولة العراقية على اعتبار أنه كان نائبا لرئيس هيئة الحشد الشعبي وهي مؤسسة رسمية وحكومية. فتلك التظاهرات أو المشاركة المليونية التي شهدتها عدة مدن إيرانية بتشييع الجنرال سليماني بالتأكيد أنها يعني وحدت الإيرانيين خلف قيادتهم ووحدت الإيرانيين خلف بلدهم وحكومتهم. واضح، واضحة هاي الفكرة دكتور نزار، عفوا السيد نزار العفو للمقاطعة، ولكن الآن بعد ما تبين أن إيران ضالعة في إسقاط الطائرة الأوكرانية تأتي هذه التظاهرات، طبعا مع التردي للوضع الاقتصادي في البلاد، إلى أين يتجه الوضع؟ وأيضا ما هي قراءتك للتظاهر في الداخل الإيراني؟ يعني لا شك هذه التظاهرات الاحتجاجات الحالية التي حسب معلوماتي أنها خف أوارها، يعني تأتي في إطار ردود فعل عاطفية من قبل أسر الضحايا على اعتبار أن حدث إسقاط الطائرة كان حدثا مهولا، راح ضحيته أكثر من 176 راكب وأغلبهم طبعا من الإيرانيين، يعني حتى بعض الضحايا الأجانب الذين كانوا يحملون جوازات سفر أجنبية هم في حقيقة الأمر يعني بالأصل مواطنون إيرانيون كما هو الحال مع بعض الكنديين أو الضحايا الذين يحملون جوازات سفر أمريكية وأعتقد بريطانية كذلك. فمن الطبيعي جدا أن تحصل مثل هذه الردود الأفعال العاطفية، هذا ليس يعني هذه تحصل ليس فقط في إيران، في الكثير من الدول لافت فيها في الحقيقة رفع شعارات تندد بالخامنائي، تندد حتى بقاسم سليماني سيد نزار. نعم طبعا أكيد، يعني هناك بعض الذين يحاولون أن يوظفون العواطف الجياشة التي تدفع بأسر الضحايا للخروج إلى الشارع والتعاطف مع ضحاياهم، أكيد هناك بعض العناصر التي تستغل كل قضية تجري في البلد من أجل يعني من أجل تحويل الاحتجاجات العاطفية و يعني الاحتجاجات العاطفية إلى احتجاجات سياسية، هذا شيء طبيعي جدا. يعني حتى هنا في الولايات المتحدة الأمريكية عندما يقتل أحيانا مواطنا أسودا برصاص شرطي أبيض وهي قضية عنصرية، لكن نلاحظ أن الاحتجاجات أحيانا يشترك فيها نصف مليون أو أكثر من السود، يعني يحاولون التنديد بالنظام السياسي على اعتبار أنه مثلا يشجع على العنف أو يشجع على العفو للمقاطعة سيد نزار، سأعود إليك ولكن كي لا نطيل أكثر على ضيفي من بروكسل، اسمح لي بأن أنتقل إلى ضيفي من بروكسل عارف الكعبي وسأعود إليك. مساء الخير من جديد دكتور عارف، ما رأيك بما تفضل به السيد نزار؟ التظاهرات الخارجية في الداخل الإيراني هي طبيعية يعني لذوي الضحايا نتيجة إسقاط الطائرة الأوكرانية، وأيضا كيف ترى التعامل مع هذه التظاهرات؟ شاهدنا في الحقيقة مقاطع لإطلاق الرصاص الحي، مقاطع تظهر الدماء، ولكن السلطات في إيران على أعلى المستويات تنفي استخدام الرصاص الحي. مساء الخير أستاذ شاذي لك ولمشاهدي قناة اليوم الموقرين. أهلا بك.
حقيقة ما يجري في إيران، المظاهرات ليس وليدة اليوم، المظاهرات منذ مجيء الخميني إلى سدة الحكم، والشعب حقيقة رافض سياسة هذا النظام التي عبثت في المنطقة وعبثت بالأمن والسلم الدوليين، وبالتالي الإيرانيين ليس بهذه السذاجة حتى تمرر عليهم أكاذيب نظام ولاية الفقيه في طهران. لكن إذا سمحت لي أستاذ شاذي، حقيقة ما جرى في إيران، لا سيما المظاهرات الأخيرة في العاصمة طهران، هي مرتبطة بأحداث سبقتها، مثلا الثورة المباركة في العراق التي تندد بالوجود الإيراني على أراضيها، الثورة المباركة في العراق التي هزت أركان النظام السياسي المرتبط ارتباطا عضويا للأسف بنظام ولاية الفقيه في إيران، وأصبح أداة اقتصادية سياسية أمنية بنظام ولاية الفقيه، وتلتها حقيقة اغتيال رأس الأفعى واللي على رأس هرم الإرهاب ما يسمى بالفيلق القدس اللي عبثها في الأمن والسلم العربي في سوريا ولبنان والعراق واليمن والأحواز وحتى دول الخليج. وبعد اغتيال هذا الجنرال حقيقة اللي على رأس هرم الإرهاب في المنطقة، تلاه كذبة كبيرة وهي الصواريخ اللي صدعوا رؤوسنا فيها البالستية الإيرانية. طيب بالحقيقة ضيوف الكرام، نحن راح نتطرق قليلا حول تداعيات الصراع الأمريكي الإيراني، ولكن قبل ذلك حبذا لو نبقى فقط بالتظاهرات، تقييمك للرد على التظاهرات ومآلها ومسارها دكتور عارف. هو أستاذ شاذي، هذا هو حقيقة أسباب المظاهرات حتى نوصل إلى تداعياتها. أسبابها حقيقة بعد ما نزلت هذه الصواريخ ووزير خارجية النظام أعلن بأن الرد قد تم وقتلنا 90 وجرحنا بالمئات، وبالتالي الإعلام الإيراني أطلع علينا بمعلومات كاذبة حقيقة للشعب الإيراني، وبعد بضع ساعات هو النظام نفسه من كذب القتلى على لسان ناطق رسمي باسم حرس الثوري الإيراني، وتلت هذه الكذبة الكبيرة حقيقة إسقاط الطائرة الأوكرانية في سماء إيران وبالتحديد على رؤوس أبناء العاصمة طهران، وبالبداية أنكروا إسقاطها وبعدين اعترفوا فيها وقالوا تصورنا بأنه كروز أمريكي مستهدف مطار طهران. كل هذه الأمور حقيقة هي التي أعطت المبرر للخروج، ولكن الخروج حقيقة هو احتقان قديم، ونحن تابعنا الثورات الإيرانية مستمرة منذ مجيء الخميني إلى سدة الحكم، وبالتالي ما حصل في طهران بالأونة الأخيرة من مظاهرات هي تتويجا للمظاهرات التي سبقتها. طيب دكتور عارف، سؤال قبل أن أنتقل إلى السيد نزار، يعني بالحقيقة وصف التعاطي مع هذه التظاهرات من قبل الخارج خاصة التصريحات بالإيجابي، كانت هناك تغريدة لترامب باللغة الفارسية موجهة إلى الداخل الإيراني، هذا التعاطي إلى أي مدى برأيك ينفي المصداقية أو بعضها عن هذه التظاهرات ويشير إلى أنها مسيسة كما يسأل البعض؟ المظاهرات للشعب الإيراني حقيقة مثل ما سبقت أستاذ شادي يعني ليس وليدة اليوم، الشعب الإيراني يريد إسقاط هذا النظام حقيقة. أنت انظر إلى الاقتصاد المنتهي المنهك في إيران، وأمور عديدة كثيرة حقيقة تبرر خروج الشارع الإيراني الداخل في ضد النظام. لكن هل الشعب الإيراني يعول كثيرا على الموقف الدولي من النظام؟ لا أعتقد ذلك، لأن النظام حقيقة أجوا فيه الفرنسيين ومن حموه الأمريكان، وبالتالي الأمور حقيقة ليس غريبة على الشعب الإيراني. الأمريكان لا يريدون إسقاط النظام الإيراني على الإطلاق، بالعكس هم المستفيد الأكبر من هذا النظام بالمنطقة. لا، ترامب قالها صراحة في الحقيقة، هم لا يسعون إلى ذلك، يريدون تحسين السلوك. بالعودة إليك سيد نزار، ما رأيك يعني بالنسبة لموضوع إسقاط الطائرة الأوكرانية والتي هي من سببت التظاهرات مؤخرا، يعني التأكيد الإيراني في البداية النفي عن المسؤولية ولاحقا بداية النفي ومن ثم التأكيد الإيراني الرسمي، ألا ينفي أو يؤشر على ضعف المصداقية لدى النظام الإيراني؟ يعني هذا السؤال يجب أن يوجه إلى السلطات الإيرانية على وجه التحديد. صحيح، ولكن كمراقب للوضع كيف ترد على هذا التساؤل؟ نعم، لكن أنا أعتقد أن الإيرانيين لم يشأوا الاستعجال في الجواب على سبب سقوط الطائرة، وعندما تبين لهم ذلك لم يتأخروا لحظة واحدة،
ويعني كشفوا عن الحقيقة بشكل سريع جدا. يعني نحن نتذكر مثلا عندما سقطت الطائرة الروسية فوق سماء سيناء قبل 3 سنوات أو 4 سنوات، احتاج يعني احتاج الحادث إلى أكثر من عام كامل للتحقيق قبل أن تعلن السلطات المسؤولة في القاهرة وفي موسكو بأن الطائرة كانت قد سقطت بصاروخ. طيب أطلقت الحالة بإيران تبقى مختلفة سيد نزار، إذا يعني اسمح لي أوضح سريعا الجميع. يعني الوضع كان متوتر والمنطقة تموج بالتوترات، كان من المفترض أن يوقف الطيران المدني، هكذا يقول كثيرون. نعم، هناك 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 خبر نشر في إيران أن السلطات المدنية لم تسمح لهذه الطائرة أن تحلق، لكنها حلقت. بس اسمح لي الذي أريد أن أقوله أن ما حصل مع الطائرة الروسية على سماء سيناء لم يكن هناك أي تشنج أو أي صواريخ مطلقة من هذا الطرف أو ذاك، وكانت الأمور عادية جدا عندما أسقطت الطائرة بصاروخ أطلقه تنظيم داعش الإرهابي. مع ذلك فإن القضية احتاجت أكثر من عام كامل للتثبت من حقيقة ما جرى. طيب. أما في إيران فإن الأمر لم يأخذ أكثر من 10 ساعات أو ربما 12 ساعة للكشف عن الحقيقة، وهذا دليل على أن السلطات الإيرانية لم تفكر بإخفاء الحقيقة أو التهرب من المسؤولية، ولو كانت قد أرادت ذلك لأخذت على الأقل أسبوع 10 أيام أو أكثر أو أقل، لكننا كما قلت يعني لم تأخذ أكثر من ربما 10 ساعات أو 12 ساعة وكشفت عن الأمور بشكل شفاف وواضح. طيب بالعودة لك دكتور عارف، ماذا عن الرد يعني في نقطة أخرى، ماذا عن الرد الإيراني على مقتل سليماني؟ عموما ساد الاعتقاد بأن التوتر قد هدأ، ولكن نحن بصدد استهداف جديد لقاعدة بلد العراقية، باعتقادك هل الإيرانيين يقف وراء ذلك؟ هم من يقف وراء ذلك؟ أستاذ شادي فقد نصف دقيقة تعليقا على ضيفك الكريم من واشنطن. أنا شاطر بالرأي بنقطة حينما قام بمقارنة بين داعش والحرس الثوري الإيراني الإرهابي. حقيقة حينما يقول بعد سنة انكشفت الحقيقة في سيناء، لأن داعش من تنظيم إرهابي، لكن هل الحرس الثوري إرهابي تنتظر سنة زمان حتى تنكشف الحقيقة؟ يعني هذا شيء من المفروض من المفروض أخي من المفروض أخي فاضل من المفروض من المفروض أخي لا تقطعني لا ما راح أسأل ما راح سيد نزار أنا راح أرجع لعندك وأعطيك أعطيك الوقت الكافي إذا حبيت تعقل صفح حساباتك وياي أنا صفح حسابي مع الإيراني، أنت لا تدخل عندك 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 مشكلة مع إيران، روح صفح حساباتك مع إيران. وضحت سيد نزار. سيد نزار أنا راح أرجع لك عشان تعطي التعقيب اللي بتحبه، بس خلينا نكمل الفكرة مع الدكتور عارف. حساباتك وياي. وضحت هاي خلاص. سيد نزار وضحت الفكرة. وضحت المشكلة. نعم. وضحت. تفضل دكتور عارف. الأخ يحاول والله وضحت فكرتك اللي حابب توصلها يا سيد نزار. الأخ عم يحاول يبرز مشاكل الشخصية مع النظام الإيراني من خلال هذا الحوار، بس أنا قلت لك خلي الدكتور عارف يجاوب وأنا أعطيك حق التعقيب الكافي. لا 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 أريد حقا، لا أريد حقا. هذه الطريقة السخيفة. لا أنا هيك ما راح أسمح لك تكمل النقاش دكتور عارف. ضيفك عفوا دكتور سيد نزار ويحاول أن يصفح حساباته وياي. طيب. ويقول على لساني يتقول على لساني يا سيد نزار نحن عم نتناقش بالأفكار، هو رد على فكرتك فقط، هو ما شخصا الموضوع معك أبدا. هذا كلام سخيف من ضيف طيب. سخيف سيد نزار. سيد نزار في الحقيقة الوقت دهمنا وأنا يعني بسبب مداخلتك معك قدرنا ناخذ إجابة واضحة من الدكتور عارف. اسمح لي أن أغادر وشكرا جزيلاً للاستقامة. أنت لازم تقادل كما تشاء كما تشاء سيد أنت نزار. لازم تقادل لأن مكانك مش هنا. طيب. أنت طيب أستاذ شادي على أي حال سريعاً دكتور عارف بالحقيقة جاوزنا الوقت المخصص. نعم تفضلت على الموضوع والموضوع واضح، يعني حقيقة لا الحرس الثوري من أسقط الطائرة وبالتالي
الرئاسة في إيران لا لديها علم بمن الطرف الجهة التي أطلقت الصاروخ، وهذا إن دل على شيء يدل على لا تنسيق بين الحرس الثوري والحكومة الإيرانية، وهذا بداية لانهيار نظام فاشل في المنطقة. لكن ردا على سؤالك الموقر أستاذ شادي حول بضعة دقائق ثواني أستاذ شادي حول الاعتقال اغتيال رأس الإرهاب، لا أنا كنت قد سألتك حول التوتر الإيراني الأمريكي الذي لم يهدأ، أعتقد سألتني عن موضوع سليماني. لا أنا سألت عن استهداف قاعدة بلد العراقية وفي الوقت الذي ساد إمكانية هدوء التوتر بين الأمريكي والإيراني، هل تعتقد بأن الإيرانيين يقفون وراء ذلك؟ سريعا دكتور عارف. التوتر اللي موجود بين أمريكا وإيران حقيقة هو توتر تكتيكي أستاذ شادي، وإحنا نعرف ومتابعين بشكل جيد، وأعتقد الأمريكان لا لديهم نية بإسقاط هذا النظام المنطقة لأنه ينسق معهم بأمور عديدة وكثيرة، وبالتالي الشعب الإيراني حقيقة هو من يسقط هذا النظام، وسقوط هذا النظام قريبا جدا. لكن علينا ببداية التفكير بتقليم مظافر إيران بالمنطقة ولا سيما بالعراق وسوريا ولبنان واليمن، ومن ثم النظام سيسقط وعلى يد الشعوب الغير فارسية مثل الأحوازيين والأكراد والبلوش، والشعب الإيراني كمان حقيقة مصر هذه المرة لإسقاط هذا النظام، ونحن نرى النظام حقيقة يحتضر. أنا تجاوزت الوقت المخصص، شكرا جزيلا لك من بروكسل الدكتور عارف الكعبي رئيس لجنة إعادة الشرعية لدولة الأحواز، وأيضا نشكر ضيفنا الكريم الذي كان يناقش معنا من واشنطن نزار حيدر مدير مركز الإعلام العراقي في واشنطن. كنا نتمنى أنه يستمر النقاش بعيدا عن أي شخص، أنا كل أحوال شكرا جزيلا له من واشنطن. مستمرين في ملفاتنا لهذه الليلة وبعد الفاصل الملف الليبي ومستجداته.